بمناسبة الأوقاف والأزهر، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر استضافت اليوم حدثا مهما كان على رأس الضيوف فيه والموجودين الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان الموضوع هو الوضع الليبي، وده فيما يتعلق كمان بوجود مجموعة كبيرة من الخريجين من دولة ليبيا الشقيقة، وكاميرا آخر النهار كانت هناك ورصدت وقائع هذا المؤتمر. عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف اليوم ندوة تثقيفية حول العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا بحضور عدد من أئمة ليبيا في إطار وجودهم بالقاهرة لحضور دورة تدريبية تعقدها المنظمة. أنا تحدثت معهم عن قضايا مشتركة بتهم مصر وليبيا، زي قضية الأديان والأوطان، زي قضية شهيد الحق وقتيل الباطل، زي قضية الفتوى، المواقع الإلكترونية اللي بتفسد عقول الشباب. اتكلمنا فيهم عن الدفاع عن الأوطان، ازاي دفع عن وطني وعن بلدي وعن ديني وعن عقيدتي وعن هويتي. كان الحقيقة حديث طويل جدا، ولمسنا كثير من القضايا، وانا لمست فعلا انهم كانوا سعداء بان مصر متفهمة ليهم وبتحتضنهم. تصخيف واعداد الأئمة والدعاة ورجال الفكر الإسلامي في ليبيا لأن يكونوا مؤهلين لترسيخ وسطية الإسلام، لتفنيد الأفكار المتطرفة اللي بتعاني منها ليبيا، لحماية الشباب الليبي من هذه الآفة. هذه تعد للدورة يمكن رقم 40 قبل توقف الكورونا. حتى في أثناء الكورونا كانت هناك دورات تتم عبر أونلاين، حتى دربنا رجالا دعاة كبار في ليبيا من على مستوى 34 قبيلة في كل مناطق ليبيا، شرق وجنوب ووسط وغرب، على مواجهة الأفكار المتطرفة. ونحن جميعا نرحب بالمجهودات المصرية التي لا نعتبرها تدخلا في الشأن الليبي، بل بالعكس نعتبرها أخ، مساعدة أخ لأخيه، خصوصا أن مصر ما يقول نحن مثل ليبيا يقول من ليس له ماضي ليس لديه حاضر. فنحن ماضينا في ليبيا ماضي مصر، ومصر خصوصا لم تطمع يوما في ليبيا، ولم نشاهد أي غزوة إطلاقا ما بين مصر وبين ليبيا، مما يبين أننا نحن ومصر شعب واحد. عمق العلاقات المصرية الليبية هو أساس ثابت لا تغيير فيه، ودايما مصر بتوصل رسالة لأشقائها الليبيين إنها موجودة مع ليبيا في أي وقت وتحت أي ظروف.